Right. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. My name is Elena Giannini and I'm the Learning and Development Focal Point. صباح الخير جميعا وأنا عضو في التحالف العمل الإنساني أنه من دواعي سروري أن أكون هنا وأنضم إلى مجموعة من المتحدثين سنلتقي فيما بعد لاحظت بأن البعض منكم قد عرف عن نفسه في غرفة الدردشة استمروا بذلك هناك العديد قد قدموا وعرفوا أنفسهم من مختلف أنحاء العالم جوليا ناتالي أيضا ستتشارك رابط وهنا يمكنكم أن تحددوا من أي منطقة أنتم فقط نكهة كي نأخذ فكرة عن من نتواصل معهم وقبل أن نعرف نتعرف على الجميع يمكنكم أن تضغطوا على الزر في الزاوية في الأسفل إذا كنتم تحتاجون إلى الترجمة يجب أن تضغطوا على علامة الكولر الأرضية وتختاروا بعد ذلك اللغة التي تفضلونها إذا استفيدوا من هذه الخدمة إذا أردتم لدينا فريق رائع من المترجمين فريق رائع يعمل معنا يتم تسجيل هذا الاجتماع كما جرى إبلاغكم على أرجح وسيكون متوفر في مختلف القنوات كما ذكرت كايتي أريد أن أذكركم بأن تفتحوا الفيديو إذا كان ذلك ممكنا وأيضا أن تدعوا أنفسكم على الصامت وإلا قد نسمع الصوت في الخلفية وهذا قد يصعب الأمور على المتحدثين وأيضا على المترجمين سنخصص الوقت كي تشاركوا إذا استمعوا إلى العرض وأطرحوا الأسئلة هذا مكان للنقاش الهدف ليس فقط أن نتشارك وإنما أن نسهل مشاركتكم في هذا النقاش مرحبا وأنا مسرورة جدا للانضمام معكم اليوم وأدعو المتحدثين إلى تقديم أنفسهم وأبدأ من سوري شكرا زارين شكرا ألينا ومرحبا بجميع المشاركين في هذه الجلسة اسمي زيرون يوهانس وأنا من جنوب السودان شكرا سريون والآن سيمون سيمون يبدو أنك على الصامت حسنا شكرا إيلان المدير المنظمة ADG Camp في منطقة جنوب كيفو نحن نعمل في مجال حماية الأطفال وخاصة للأطفال المتأثرين بالنزاع الأطفال المعرضين كما أنني عضو في لجنة حماية الأطفال شكرا سيمون بان شكرا ألينا إنه من الرائع أن أنضم إلى هذه المجموعة شكرا على الوقت مرحبا بكم اسمي بان مونسون وأنا أعمل كمختص في مجال التعليم على مستوى العالمي حسين ألا تعرف عن نفسك؟ مرحبا جميعا شكرا جزيلا على هذه الفرصة للانضمام معكم
للحديث عن هذا الموضوع المحلية حسين عبد الله من بروب، ونحن نعمل في العراق كمنظمة غير حكومية، ونحن أيضا أو أعمل كمنسق في العراق. شكرا، رائع. إذن لدينا خبراء من مختلف الدول، جنوب السودان، العراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. من رائع أن نرى هذا الخليط، والرياض أيضا موجود. سنلتقي فيما بعد. شكرا على هذا الدعم المعنوي. والآن بعد ما قدمنا أو عرفنا أنفسنا، هلا نعرض النتائج، نتائج حول الحضور والأماكن، أو من أين هم الحضور. أريد أن أذكر المتحدثين بأن يتحدثوا على مهل، لأن الترجمة مستمرة اليوم، وإذن من أجل تسهيل المترجمين من الأفضل التكلم على مهل. وأعتقد بأن النتائج واضحة كما يتبين، فإن الغالبية من أفريقيا. إذن 40% في أفريقيا، و21% من آسيا، واحد شخص واحد من قارة أستراليجا، أوروبا 36%. عدد الحاضرين من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ليس بذاك العدد الكبير، وهذا أمر طبيعي ومفهوم. دون أن أتأجل، أريد من زيريو أن يبدأ. إذن تفضل زيريو، الكلمة لك. حسنا، شكرا. عفوا، شكرا إلينا على مدير لمنظمة في جنوب السودان. سأقدم باختصار عرض حول تجربتنا في هذا المجال. مبادرة المحلية، وهذه مبادرة تحظى بدعم من اليونيسف وألاينس كشركاء أساسيين. إن هدف هذه المبادرة هو يستند إلى الالتزامات التي أبرمت، بالإضافة إلى استراتيجية ألاينس للمحلية. وهذا يضع أولوية على التعاون مع اللاعبين المحليين في إطار الرد على قضايا المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات. إذن سأتشارك التجربة التي خذناها بالعمل مع الشركاء المحليين في جنوب السودان. نحن نؤمن بأن الشركاء المحليين قادرون، وأيضا لديهم الموارد ولديهم الشبكات، وهذا قد يحقق نتائج فاعلة على صعيد توفير الخدمات في إطار حماية الأطفال للمجتمعات المحلية. بالتالي البرنامج يستند على الاعتراف بقدرات اللاعبين المحليين في إطار الرد والاستجابة للأمور المتعلقة بحماية الأطفال في جنوب السودان. في الصورة التالية، فإن الهدف العام هو تعزيز القدرات التنظيمية للشركاء المحليين، وذلك من خلال الدعم التقني الذي يستند على الحاجات، وبالإضافة إلى ذلك المراقبة في موقع المكان. ونتأكد من أن كل الدعم الذي يقدم يترجم إلى نتائج ملموسة وحقيقية. لدينا عملية وخطوات محددة نتبعها.
في إطار هذه المبادرة، فإن العامل الأساس كمنظمة هي الشراكة وأيضا الإرشادات التي تشرح وترسم الخطوات والإجراءات حول كيفية بدء وإنشاء الشراكة وأيضا قيادة عملية أو إرشاد توجيه عملية التنفيذ. نحن نبدأ بفتح الحوار مع الشركاء المحليين حول الشراكة، فرص الشراكة والتعاون. يمكن أن يكون هذا في إطار التركيز على شركاء معينين، وبعد ذلك بعد عملية الحوار نقوم بعملية تقييم القدرات التنظيمية، وذلك كي نتعرف على القدرات وأيضا حاجات الشركاء المحليين، وهذا سيعطينا فكرة من أجل تصميم خطة بناء القدرات التنظيمية، وهذا أيضا قد يساعد المقاربة التي نتبناها مع الشركاء المحليين. الصورة التالية. بعد بناء الشراكات أو بعد التوقيع على اتفاقيات الشراكة استنادا إلى تقييم القدرات، نقوم بإعداد خطة مشتركة لتقييم القدرات، وهذا يعالج القدرات. وهذه الخطة تتضمن نقطتين اثنتين: أولا التركيز على حماية الأطفال والحماية الاجتماعية، وأيضا هناك خطة بناء القدرات العملانية، وهنا نركز على المسائل المالية واللوجستية والموارد البشرية وأمور أخرى عملانية والتي هي في غاية الأهمية، كي نتأكد من أن الشركاء المحليين يقدمون الخدمات وفقا لما هو متفق عليه، الخدمات في إطار حماية الأطفال. واستنادا إلى الاتفاق، نحن نقدم المساعدات المالية للشركاء، وأيضا نقوم في بمراقبة ميدانية ومتابعة، وذلك خلال عملية التنفيذ، كي نتأكد من أن الشركاء يحصلون على الدعم المطلوب. الصورة التالية. حسناً. بينما نعمل مع الشركاء لدينا عملية يجب أن نوثق العملية حول نجاح الشركات. المؤشر الأول هو القدرات، وهو يبين إلى أي مرحلة وصل إليها الشركاء. نقوم بهذه الشراكة، كما أيضا نقوم بهذا التقييم بعد تنفيذ مواد معينة. أيضا نقوم بمقارنة النتائج. إذن رأينا تحسن ملحوظ بالنسبة للشركاء على صعيد الدعم المجتمعي وحماية الأطفال، على صعيد إدارة المالية، في أيضا النظام الموارد البشرية. إذن هذه الأداة، أداة التقييم، تبين بأن هناك تقدم ملحوظ حققه الشركاء منذ انطلاقة الشراكة، وأيضا يتبين هنا المرحلة التي وصلنا إليها. أيضا نرى زيادة في التمويل، كذلك المناطق الجغرافية للبرامج. إذن نعتمد مثل هذه المعايير كي نأخذ فكرة عن مدى التقدم الشركاء، وحصلنا على تغذية رجعية مهمة جدا من الشركاء على الصعيد
ما الذي اكتسبوه نتيجة لهذه المبادرة التي نفذت في جنوب السودان؟ هذه المبادرات ليست من دون تحديات، نواجه بعض التحديات خاصة على صعيد المجتمعات وأحيانا مع الحكومات. هناك تصور لدى المجتمعات المحلية أو السلطات، هم يفضلون الجهات الدولية بدلا من الجهات أو اللاعبين المحليين. أعتقد أن هذا يعود إلى سوء فهم، وأيضا يواجه الشركاء تحدي يتعلق بالاستفادة من التمويل من جهات مانحة. كما نعرف الشركاء المحليين يحصلون على التمويل من المنظمات الدولية وليس لديها قدرة للوصول على التمويل بشكل مباشر من جهات مانحة كبرى، بالتالي هذه من ضمن التحديات التي لاحظناها، كما أن هناك ضغوط مالية من أجل الحفاظ على موظفين يحظون بالكفاءة كفاءة. أيضا لاحظنا العلاقة ما بين اللاعبين الدوليين والشركاء المحليين هي علاقة تجارية، نحن نلجأ إلى الشركاء المحليين كي يقوموا بعمل بالنيابة عنا بدلا من بناء القدرات التنظيمية لدى هذه الجهات المحلية وبناء القدرات العملية من أجل مواصلة برامج حماية الطفل. إذن هذه بعض التحديات التي طرحها الشركاء، وأيضا هذا ما لاحظناه نحن خلال العمل الذي نقوم به. إذن نحاول أن نعالج كل هذه الأمور بينما نواصل هذه المبادرة في جنوب السودان. شكرا جزيلا زيريون على هذا العرض رائع، وشكرا أيضا على الحديث بهذا الشكل وعلى الحديث على تمهل من أجل مترجمين. الآن سيمون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أعتذر لن أستطيع إضاءة الكاميرا، لدي مشكلة تقنية. إذن أنا أعمل في هذا الإطار في مجال حماية الطفل، لدي تجربة حوالي 20 سنة، وأعمل في نزاعات مختلفة، عملت في نزاعات مختلفة. إنه لمن دواعي سروري وأفتخر بانضمامي وعطاء الفرصة كي أشرح الرد المشترك على الوضع في المنطقة الشرقية للكونغو الديمقراطية. قبل أن أتحدث عن هذه المبادرة أريد أن أشرح لكم باختصار الرد المشترك، وهو برنامج محلي يحظى بدعم الحكومة الهولندية بالتنسيق مع منظمات غير حكومية مختلفة، ولدينا أطراف مختلفة معنية أيضا هي تلعب دور في هذا الإطار، منظمات غير حكومية، ولكن بالإضافة إلى ذلك لدينا منظمات غير حكومية محلية ودولية. لدينا World Vision و World Child هولندا والتحالف الإغاثة الهولندي، وهو أيضا منظمة غير حكومية تحظى بدعم الحكومة الهولندية. الصورة التالية. كما ذكرت فإن الهدف هو أيضا دعم المنظمات غير الحكومية المحلية
ومساعدة هذه المنظمات على بناء قدراتها. إذن من خلال الاستفادة من هذا التمويل، نحن كمنظمة استطعنا أن ننظم جلسات من أجل بناء القدرات، بما في ذلك في على الصعيد اللوجستي وفي مجال المال والمحاسبة. استطعنا من خلال الاستفادة من نفس هذا المبلغ المالي أن نحصل على المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر والدراجات الهوائية، كما أن منظمتنا حاولت أن تحصل على دعم أفضل وتنظيم نشاطات التي تأتي بالأرباح. ولهذا السبب نحن قمنا بمبادرة النشاطات من خلال هذه الرزمة، كما أننا استطعنا أن نصمم ونعد استراتيجية أو خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام. الصورة التالية، ومن خلال هذا الصندوق أو من خلال هذه الأموال استطعنا أن ننظم عدد من النشاطات وحققنا نتائج أساسية من خلال هذه النشاطات. هذه النتائج الأساسية يمكن أن تلخص بمجالين اثنين، الوقاية والرد. على صعيد الوقاية بدأنا بالتحرك وبدأنا مع 6 مراكز صحية، قدمنا لهذه المراكز الصحية معدات مختلفة، كما أننا قمنا ببناء الملاعب، ملاعب آمنة للأطفال. كذلك عقدنا الجلسات، وخلال هذه الجلسات شرحنا كيف يمكن أن نطبق الأطر الدولية والقانونية بشكل أفضل، الأطر المتعلقة بحماية الأطفال. وأيضا تم إشراك المعلمين في ورش العمل. كذلك استطعنا أن نتواصل مع مجموعات مسلحة غير حكومية. كذلك نظمنا النشاطات حيث وقعنا على خطط خارطة الطريق مع أطراف معنية من أجل الترويج لسلامة الأطفال ومنع تجنيد الأطفال. الصورة التالية، الصورة التالية هي حول التحديات. التحديات والقيود هي جزء لا يتجزأ من العمل الذي نقوم به، وأعتقد أن هذه التحديات ترتبط بالمكان. نحن بحاجة بالفعل إلى مشاركة الأطراف الدولية، إذ نلاحظ في الكثير من الأحيان أن الأطراف المعنية الدولية تغير في أهدافها، وبالتالي نحتاج إلى مقاربة على الأمد الطويل كي يكون الرد رد فاعل والمعالجة فاعلة. نحن بحاجة إلى هذه المشاركة على الأمد الطويل، وذلك من أجل تعزيز وتمتين النتائج التي نحققها من خلال البرامج المختلفة.
أيضا على الصعيد التحديات لاحظنا أحيانا أنه من الصعب أن ننسق التمويل وأن نشرك المنظمات المحلية في الكثير من الأحيان لا نرى مرونة في التمويل كما أننا لا نرى القدرات والفرص بما فيه الكفاية للتمويل المباشر وأيضا عدم وجود المعايير بشكل مطلوب على الصعيد المحلي مثلا إذا كنا نتحدث عن منظمة دولية غير حكومية تريد أن تمول منظمة غير حكومية محلية فإن هذه العملية هي في غاية الصعوبة أعتقد أننا نتنافس على المستوى المحلي للحصول على نفس التمويل من نفس المنظمات الدولية وبالتالي أعتقد أنه علينا أن نزيد الوعي نرفع الوعي حول ما نسميه باتفاقية المساومة الكبرى هذا سيسهل العمل على الأرض لأن كل هذه المنظمات الدولية عمليا لا تفرج عن التمويل لأنه لا يتم الاستجابة للشروط الموضوعة الصورة التالية بالنسبة للعبر المستخرجة إذن هناك تنسيق جيد جدا بين كافة الأطراف المعنية وهذا التنسيق هو ما بين الأطراف المعنية على المستوى الحكومي والمحلي والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وأعتقد أن هذا ممكن ولكن التنسيق يعد عامل أساس النقطة الثانية يجب أن نأخذ بالحسبان المخاطر وأن يكون لدينا خطة خارطة الطريق من أجل الحد من هذه المخاطر وعلى الأرجح سنحتاج إلى تمويل لبعض الإجراءات من أجل الحد وتقليل المخاطر ثالثا نحن بكل تأكيد بحاجة إلى إشراك كافة الأطراف المعنية إذن في منطقتنا نحن يجب أن نشرك مثلا الجهات المسلحة غير الحكومية أو المجموعات المسلحة غير الحكومية وذلك من أجل الوقاية والرد أو المعالجة والنقطة الأخيرة يجب أن نبني القدرات على المستوى المحلي خلال الجلسات استطعنا أن نحسن من أداء الأطراف المحلية ولكن أيضا استطعنا أن نحسن الأداء كي نضمن المزيد من الشفافية حول كيفية الاستفادة من الأموال شكرا جزيلا على حسن الإصغاء شكرا الآن نسمع عن تقوية القدرات والشراكات بين المنظمات غير الحكومية والدولية سمعنا عن ذلك من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية أعتقد أن هذا مهم كي نعرف ما هو الدور الذي يلعبه أو الذي تلعبه المجموعات المحلية الجهات المحلية ما يحصل هو تحول القطاع يؤدي إلى تداول السلطة ومنح المزيد من المسؤولية للجهات المحلية إذن التحول الذي نريد أن نحققه هو تحول وتغير كبير وبالطبع لم ننجح بعد هناك مجال كبير للتحسن وقالوا لي أمس أن هو مسافة طويلة جدا ومجال للتقدم هو مجال كبير جدا يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة في غرفة الدردشة وسنستطيع الإجابة على البعض منها قبل أن ننظر إلى
بناء القدرات العالمية السورة التالية. إذا بالنسبة للأهداف نركز على مختلف الأمور المتعلقة بالطابع المحلي، أولا انتقال السلطة وأيضا تغير تحول التمويل وإشراك المزيد من الأطراف ضمن التحالفات، وكذلك قدرة التواصل مع التحالف. وإذا ما انتقلنا إلى الصورة التالية، الإشراك بشكل حقيقي، إذن التنوع، التمويل والمشاركة، كل هذه عوامل يجب أن نأخذها بالحسبان، ولكن اليوم نريد أن نركز على الأولوية الثانية، وهي تتعلق أكثر ببناء القدرات والتركيز على الأطراف المحلية. إذن هو أن يكون هناك عاملين محليين ودوليين، وأن نتوسع أكثر بالفرص التعلم والاشتراك في الخبرات. إذن هذه الأمور أو العناصر مهمة جدا لبناء القدرات، لأنه جزء مهم في المحلية والمواءمة. إذا أردنا أن نحققها في السنوات المقبلة يجب أن نقوم بذلك، لذلك أن نبدأ بالانخراط مباشرة. أود أن أقول أن هناك بعض الأسئلة قد جاءت هنا في الدردشة، وهي تثمن وتقدر هذه الاستعراضات. من أحد الأسئلة التي أود، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها للتأكيد بشفافية استخدام التمويل في تلك المبادرات؟ زهرون، يمكنك البدء وبعد ذلك سيمون. زريهون، هل تستطيع أن تسمعنا؟ سيمون، سوف أتحدث أول لأجاوب عن السؤال. كنت تتحدثين عن الشفافية وإدارة التمويل بحسب شراكتنا وخبرتنا مع الـ ELSC التي كانت قد أيضا قد عرضت من أجل الشفافية. يجب أن يكون هناك تدريب، والتدريب من قبل الشركاء إن كانت من الشركاء الدوليين أو المحليين، لكي نشرح بشكل واضح بإدارة التمويل بميكانيات وآليات التمويل. إذن هناك مجموعة من التدريبات وجلسات التدريب حول موضوع اللوجستية والتمويل وغيرها. نحن أيضا لدينا أيضا دليل توجيهي لإجراءات مختلفة، كما يتم أيضاً نقوم بالتدقيق من
من الشركاء في بداية المشروع وفي نهاية المشروع. هناك دائما هناك طلب لأن يكون هناك مصادر أكثر وأن يكون هناك شركاء دوليين لكي يتأكدوا كيف يمكن تخصيص تلك الأموال. الآن قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني من الاستعراض، هناك سؤال آخر: ما هي التحديات التي تعرضت لها والتي هي متعلق بموضوع تقوية القدرات؟ ما هي تجربتك في هذا الموضوع وخاصة في عملية التعلم؟ شكراً إلين على هذا السؤال. سؤال جيد، لأنه بناء القدرات هو شيء جوهري وأساسي وهي من أهم التحديات التي نواجهها، وخاصة بأنه عندما في موضوع التغيير في الموظفين الذين يرحلون ويأتي موظفون آخرون جدد، فبعد أن تقوم بتدريب الأشخاص وبناء القدرات ويكون هناك الكثير من المعرفة، للأسف قد يغادرون العمل. وطبعاً لأنه من الصعب، لأن الأشخاص يحاولون أن يجدون فرص عمل أفضل في مؤسسات ومنظمات دولية أخرى. هناك مشكلة وحاجة مستمرة لبناء القدرات، وللأسف نحن على الصعيد المحلي ليس لدينا التمويل الكافي، وأيضا على الصعيد الدولي وهذا كان من أهم التحديات التي نواجهها وخاصة مع الشراكة. كل الاستثمار الذي تقوم به مع الموظفين وانتقال الموظفين من منظمة إلى أخرى قد نشاهدها ونراها هي للأسف تؤثر على المنظمة وتؤثر على قدرة المنظمة، وخاصة إذا انتقل الموظف من مكان إلى آخر وعند تنفيذ البرامج على أرض الواقع. إذن أنا ريوانا إذا كانت قد اتصلت فينا، هل هناك أي أسئلة لزهور أو لسيمون يستطيعون الإجابة عليها؟ نستطيع القيام بذلك الآن. أود أن أدعو سيمون، عفوا بن، لكي يتحدث عن هذا الاستعراض. شكرا إلينا. أنا من السعيد أن أسمع لهذه النقاشات وهذه الأمثلة الجديدة، كيف يمكن على مستوى البلاد أن يقوموا بتلك المبادرات. ونحن على صعيد عملي وعالمي نحن نحاول أن نكون على دراية بما يحدث في الدول الأخرى. وهل لأتأكد هل هناك
الاستعراض هل هو موجود؟ نعم، شكرا جزيلا لكم. كما قلت بن مونسون، وأنا أعمل بGlobal Education Cluster، وهي مهتمة ومعنية بشؤون التعليم، التي تعمل مع Save the Children التي هي من أهم المنظمات. وأود أن أيضا أن أقدم حسين الذي هو نائب المدير، نائب مدير في الـ OOP في العراق، وهذه هي هذه الاستعراض ستحدث عن الأهمية والتحديات القطاعات المختلفة التي تعمل. إذن في السنة الماضية كان هناك مجموعة تعمل على مجموعة أدوات المحلية، وهي مجموعة أدوات المحلية، وهذه مجموعة الأدوات قد تم تصميمها لكي تكون دعم الجهود المحلية وجهود المنظمات، وأن يكون هناك تحويل في القوة والسلطة لكي يكون هناك قادة محليين أكثر. هذا العمل مستمر من قبل الوكالات المختلفة، وهم يقومون بقيادة هذه العمل الذي بدأ في عام 2016. بعد أن تم التوقيع في عام 2016، كان هناك الكثير من العمل على أجزاء مختلفة، وكانت من أحد الأمور والأولويات هي موضوع المحلية والموائمة. كنا نعمل مع بعض من البعض للمضي قدما بهذه المبادرة، ومن الأسباب التي كنا نتحدث عن مجموعة الأدوات هذه المجموعة للتوجيه، لأنه على مستوى المحلية والمستوى البلاد وأيضا الدولية، إذا أردنا أن نقوم بالدفع قدما بمبادرة المحلية، كنا نرى بأنه لم يكن هناك أي دعم حقيقي لهذا العلم. قلنا نود أن يكون هناك مصادر موجودة ومحددة في مكان محدد ليعطي معلومات كيف يمكن وضع العمل الإنساني ويكون على صعيد محلي. في هذه الأدوات والأدلة والدراسات التي قمنا بها، أن أردنا أن نزود المنظمات المحلية بمجموعة أدوات لكي يكون هناك تنسيق، و نعلم بأنه هذا العمل ليس فقط على الصعيد المحلي، ولكن أيضا المؤسسات الدولية يجب أن يكون هناك تعاون وآلية للعمل لكي يكون هناك تعاون بين المنظمات الدولية والمحلية أيضا. إذن هي لدعم المناصرة، ليكون هناك تنسيق بين التجمعات بين المنظمات المحلية والدولية، وخاصة في النظام الإنساني بطريقة أحسن. إذن الصفحة أنا أود أن أقدم حسين الذي سوف يتحدث ما هو الأمور الجيدة التي كانت أو تم تنفيذها في العراق. Yeah, thank you so much. عفوا حسين، تستطيع البدء؟
هل تستطيعون سماعي؟ Yes, we can hear you, Hussain. Do we need to go to the next slide then? هل تود نعم لنذهب إلى الصفحة الثانية؟ هل هناك صفحة أخرى؟ هذه هي الأخيرة. حسين، هل تستطيع أن تحدثنا عن خبرتك في العراق؟ Sorry, Hussain, can you hear us? حسين، هل تستطيع سماعنا؟ أود أن أعرض الاستعراض على الصفحة أو على الشاشة. هل أنا للأسف ليس لدي أي شريحة أخرى أو هل حسين إذا من الممكن أن تتحدث وأنا سأقوم بعرض الشريحة على الشاشة. سوف أتحدث عن تجربة المنظمة في العراق وسوف أركز عن التحديات وأيضاً الفرص للمنظمات الغير حكومية والمحلية في العراق. نحن مبادرة المحلية في العراق، ولماذا نحن ننخرط في تلك المبادرات؟ السبب الرئيسي بأننا نقوم بهذه المبادرات هي بتقوية وبناء القدرات، ونقوم بالتنسيق لحماية الأطفال، ونحن لنعزز ونقوي القدرات المنظمات الغير حكومية لكي يحصلوا على التمويل اللازم. ولهذا نرى أن المنظمات الغير حكومية المحلية يجب أن تأخذ المبادرة في العمل، لأن المنظمات الدولية ومنظمات وكالات الأمم المتحدة ليست باقية على مدى طويل في البلاد، ولهذا يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع المنظمات الغير حكومية المحلية، وخصوصا إذا أردنا أن نتحدث عن الاستدامة في العمل، وأيضا أن نحسن المنظمات الغير حكومية المحلية على التنسيق، وأن كيف يمكن أن تكون جاهزة للاستجابة بأي أزمة داخل البلاد، وهي يجب أن يكون تمويل هناك مستدام لبناء القدرات في المنظمات، وأيضا أن نقوم بالجذب الخبرات اللازمة. إن المحلية في العراق كان هناك تحديات وأود أن أتحدث عنها. أحدها كما ذكر أحد الزملاء في جنوب السودان وفي بلدان أخرى هو موضوع التمويل والمصادر المحدودة الموجودة لدينا، وهي من أهم المشاكل والعقبات التي نواجهها وتواجهها المنظمات الغير الحكومية المحلية، لأن هناك دائما تغيرات في أولويات العالمية والاهتمامات العالمية، وخاصة عندما تتغير الأولويات يتغير التمويل. وأيضا هناك اختلاف في الأزمات وهناك اختلاف وهناك ضعف من الدعم من الحكومات والقطاع الخاص لتلك المنظمات، وأنا أتحدث بشكل خاص على العراق والسياق العراقي.
وأيضا ضعف الانخراط الدولي في التنسيق، وهذا من أحد التحديات الهامة التي نواجهها. نحن هناك بعض المنظمات التي هي منخرطة في النظام التنسيقي، ولكن عندما نتحدث عن الصورة الكبيرة، معظم المنظمات الدولية ليست منخرطة وليست منضمة لهذا النظام التنسيقي. هناك الكثير من المنظمات الوطنية التي تعمل على العمل الإنساني، وهي ليست بالمستوى المطلوب. أيضاً هناك أيضاً ضعف في الخبرات الموجودة في المنظمات المحلية بسبب الأزمات الموجودة في العراق. بعض المنظمات قد يكون لديها خبرة معينة في الأزمات أكثر من الوكالات الدولية، ولديهم خبرة في النظام التنسيقي، ولكن بشكل عام هو تحدي بالنسبة لدينا. عندما نتحدث عن موضوع التوصيات، نستطيع أن نتحدث عن مبادرة المحلية في العراق. يجب أن يكون هناك تمويل غير مشروط للبرامج، وخاصة للمنظمات الغير حكومية المحلية، لكي يقوموا ببناء القدرات وبعض هذا التمويل لكي يقوم بدعم القطاع وقطاع التنسيق، وأن يكون هناك بناء للشراكة مع المنظمات الدولية، وهي فكرة جيدة لبناء القدرات، وخاصة لأن المنظمات الغير حكومية المحلية قد تستلزم تمويل أقل من المنظمات الدولية لتنفيذ تلك المشاريع. يجب أن ندرك دور المنظمات المحلية في الأزمات الوطنية، وخاصة عندما نتحدث عن موضوع توفير الدخول للمناطق الخطرة. قد تكون المنظمات المحلية لديها قدرة على التسييق الأكبر على الصعيد المحلي في العراق. أن يكون هناك مصادر تقنية وفنية أكبر على الصعيد المحلي والسياق المحلي، فمثلا هذه المصادر يجب أن تكون باللغة المحلية وليس باللغة الإنجليزية، وأيضا أن يكون هناك أن تكون الاجتماعات تعقد باللغة المحلية، لكي يكون هناك تستطيع من خلالها المنظمات المحلية أن تحضر اجتماعات أكثر إذا تم التحدث باللغة المحلية وليس اللغة الأجنبية. نحن قد نتحدث عن بعض المنظمات التي قد لا يكون لغة عالمية أو دولية، وبهذا لا تستطيع الدخول وبناء القدرات وأن الحضور الاجتماعات العليا، وكل هذا بسبب اللغة وعائق اللغة. وأن يكون هناك ترجمة للغة المحلية. هذا بالنسبة لي. شكراً لاستماعكم لي وأعطاؤكم الفرصة. شكراً جزيلاً حسين. إنه كيف أن يعطي وجهة نظر المحلية، أنه مهم جدا لنا. والتجربة التي كان يتحدث عنها حسين هي جزء كيف يمكن أن نقوم بتصميم مجموعة أدوات من أهم
الفوائد التي شاهدناها هي موضوع التدريب ونرينا أن الكثير من العاملين المحليين أن استفادوا جدا من أن يقوموا بمشاهدة ما تقوم به يونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية وخاصة فيما يتقوم بالعمليات الأساسية. ومن أهم التحديات كان موضوع التجربة وضعف التجربة لهذه المنظمات المحلية، ولهذا من خلال التدريب يتم زيادة ثقة تلك المنظمات. وهناك كان أيضاً الكثير من التغذية الراجعة حول كيف يمكن مشاركة المعلومات على مستوى التجمعات المحلية بين المنظمات المحلية والوطنية. وهناك مثلاً مجموعة على سكايب لتلك التجمعات، وهي من الطريقة المستمرة للتواصل، كانت مهمة جداً، أو من خلال اللقاءات المباشرة. وأيضاً كما في قال حسين في العراق وجنوب السودان، إذن المنظمات المحلية يكون لديها مجموعات تنسيق وقيادة أيضا، لكي يكون وخاصة أن لديهم تجربة أهم بالتنسيق على الصعيد المحلي والوطني، لذا يجب أن نخلق الفرص لهؤلاء لتلك المنظمات في نيجيريا. مثلاً القسم الخاص بحماية الأطفال قد أعطيوا الفرصة للقيادة، والآن هم يقومون بهذه القيادة منذ سنة ونصف، وكانت هي مهمة جداً لكي يكون هناك استمرارية للقيادة، وخاصة خلال الجائحة. هذه تلك القيادة استمرت لسنة ونصف، وبعد هذه مجموعة الأدوات تساعدكم على أن يكون هناك تنظيم وتنسيق على موضوع الإجراءات، وهذا يساعدكم كيف يمكن أن هناك توجيه وأن يكون هناك انخراط أفضل للمنظمات المحلية في العمل الإنساني. إذن لننتقل إلى الشريحة الأخيرة. إذن التنظيم والمحلية والتنسيق والمحلية، مجموعة أدوات التنسيق والمحلية التي تم وضعها السنة الماضية، ما هي الخطوات المقبلة؟ إذن سوف هناك بعض التمويل الذي سوف يمنح لكي نقوم بتجربة تلك الأدوات على أربعة دولات. إذن الآن سوف نرى كيف يمكن لتلك هذه الأدوات سوف تساعد على تحسين التنسيق على المستوى المحلي والدولي في التجمعات التامة التعليمية والتجمعات أيضا حماية الأطفال وغيرها. إذن كل هذه التجمعات كلها تعمل مع بعضها البعض لكي تقوم بطرح تلك هذه الأدوات على أربع دول، أو نيجيريا، جنوب السودان، العراق وأفغانستان. وهذا المشروع سيكون لآذار أو مارس السنة المقبلة، لكيف يمكن أن نضع الممارسات الأفضل، ونحن نهدف لنتعلم ما هو الأفضل وما هو ما الأمور التي تنجح وما الأمور التي لا تنجح، وأن نقوم بعد ذلك بالاستثمار في دول أخرى. أظن أن هذه هي الشريعة الأخرى. إذن نعم، هي الشريحة الأخرى. شكرا جزيلا. نعلم أن هناك الكثير من التحديات لأن يكون هناك انخضار في هذا النظام التنسيقي بين المنظمات المحلية والدولية، ونحن نعرف أن هناك عوائق لحضور تلك الاجتماعات. إذن
سوف نحاول أن هذه مجموعة الأدوات أن يكون هناك تمويل مباشر أكثر للدول. نحن نعلم أن هناك خبرات محدودة وضعيفة إذن، ولهذا يجب أن نخلق فرص أكبر لكي يكون هناك استمرارية. يجب أن يكون هناك استجابة إنسانية وأن تكون سريعة أيضا. إذن عندما أن نقوم بتصميم هذا التصميم، شكرا جزيلا. Coming through the chat around coordination that was posed by Jonas. So I think we have addressed that in quite some details. There are normally we would jump into a breakout room work. Like I would just give عادة ننتقل إلى غرفة، ولكن سأترك خمس دقائق كي نجيب على بعض الأسئلة. إذن أتساءل بن، هل تستطيع أن تأخذ السؤال في الدول حيث هناك منظمات إنسانية؟ كيف نبني قدرات من أجل المشاركة في مجموعات رسمية؟ شكرا، السؤال جيد جدا. أعتقد أن الردود الإنسانية في أي إطار تنتهي بالفشل في حال عدم وجود إجراءات محلية. إذن عندما نفكر بالردود على المستوى المحلي نفكر بالمنظمات الوطنية والمحلية. أعتقد أن هذه الأطراف أينما وجدت يجب أن يتم إشراكها. قد نتبنى مقاربة مماثلة لدعم الحكومات المحلية، ولكن أغلب المجتمعات لديها تمثيل بشكل معين، سواء كنا نتحدث عن مجموعة صغيرة أو رابطة. بالتالي قد يكون من المفيد أن تكون آلية الإشراك هي آلية تتوسع وتمد الأيدي. وعادة المركز الأساس هو في العاصمة، والمركز يتوقع أن تأتي كل المنظمات إلى المركز، ولكن يجب أن نتأكد من أن المركز بحد ذاته يتفاعل ويسعى لإشراك كل هذه المجموعات. هذه أفكاري الأولية. آسفة. And Simon or Zerihoun. شكرا بن. سيمون أو سيريون، هل تريدون أن تساهموا تردوا على هذا السؤال؟ كيف نبني قدرات الحكومات المحلية كي تشرك المجموعات غير الرسمية؟ تفضل سيريون. شكرا لنا. وفق التجربة التي خدناها هنا، المسألة لا تتعلق فقط بالمنظمات المحلية والمنظمات المجتمع المدني، وإنما جهات حكومية. وبالتالي نحن قمنا بإشراك العمال الاجتماعيين على مستوى الحكومي، وأيضا الموظفين حكوميين من وزارة الثقافة ومن قطاع العدل الذين يشاركون. إذن لدينا برنامج تدريب للسلطات كي يفهموا وأيضا يقودوا العمل. I want to also add this aspect which is not also. أريد أن أضيف هذه النقطة التي سأتطرق إليها كذلك في العرض. شكرا زريون على ذلك. بان، هل تريد أن تضيف؟ هل نحن نعمل مع الحكومات؟ كيف نقوي قدرات الحكومات؟
لا أسمع سيمون عفواً. عن نشاطات وخاصة تلك التي تؤثر في النزاعات المسلحة، نحن ننسق مع الجهات الحكومية، لدينا وحدة التنفيذ وهي تساعدنا على مواجهة الجهات المسلحة غير الحكومية التي تقوم بتجنيد الأطفال. بعد ذلك نستفيد من الخدمات التقنية من الدولة، من وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا، وذلك من أجل متابعة النشاطات المتعلقة بكيفية إعادة دمج الأطفال في المجتمع. لدينا خبراء وعمال اجتماعيين في الحكومة يشاركون في هذه المساعي، وهم يقدمون لنا المساعدة كي نستجيب لاحتياجات الأطفال، وخاصة ما يتعلق بالكرامة مثلا. نحن نريد نعمل على تقوية قدرات هؤلاء وأشراكهم، وشكرا. شكرا على ذلك. سأطرح هذا السؤال الصعب على بن، لأن تتحدث عن هذا الموضوع إدخال الجهات المحلية، وبعد ذلك ننتقل إلى الغرف. هناك سؤال مهم من ماتشيلو فيورا، وأعتقد أن مهم خاصة لبناء القدرات. الجهة المركزية أحيانا عقب، هل النظام الإنساني مهيأ للتعامل مع هذه المشكلة؟ بن، لو تستطيع أن تتحدث قليلا عن هذا الموضوع. نعم، سؤال وجيه، وأعتقد أن الإجابة غير واضحة في هذه المرحلة. كإجابة أولية، أعتقد أن نظام المركز لديه هدف، وهو ضمان الرد الأنسب والأفضل، ولكن يجب أن نتعلم كي نضمن بأن هذا النظام يمكن أن يستمر ويشرك الجهات، لأن في الكثير من الحالات نحن لا نشرك الجهات بالشكل المطلوب. إذن يمكن أن تشكل عقبة، ولكن قد تمكن بشكل كبير إدخال اللاعبين المحليين. إذن المهمة أمام فرق المركز هي كيف ندعم انتقال واستدامة هذا الرد مع إشراك المزيد من الجهات الوطنية والمحلية. وهذا يتصل بما قاله مارشيلو، أنصحكم بأن تقرأوا ما كتبه، ولكن أنا أقول أن الكثير من المنظمات تقوم بذلك، وهناك عدد كبير من المنظمات المحلية والوطنية التي تطالب بالتمويل، تطلب التمويل والدعم، ومنظمات دولية تفكر بالتأسيس على المستوى المحلي. قبل أن تفكر بذلك يجب أن تفكر في كيفية دعم الجهات الموجودة أصلاً في البلد. في الكثير من الأحيان هناك مئات إن لم يكن الآلاف من المنظمات. إذن هذه أفكاري الأولية. شكراً لجميع المتحدثين. أريد أن أعود مجدداً وأن أركز بشكل أدق على موضوع إدخال اللاعبين المحليين، لأنه مجال كبير ومجال مليء بالتحديات. وكما قلت سابقا، حتى في استراتيجية ألاينس هناك الكثير من المكونات، ديناميكيات السلطة والانتقال والتنوع.
focus of this one session, which is more on capacity. عودوا إلى التركيز على الموضوع الأساس. القدرات. ولو كان بإمكانكم أن تضعوا الهدفين في غرفة الدردشة. فرص متساوية من أجل تبادل واستعراض المعرفة والتعلم والخبرات لدى اللاعبين المحليين والدوليين في مجال حماية الأطفال وتحسين التنوع الفرص فرص التعليم وكذلك بناء القدرات المؤسساتية أريد منكم أو ستحصلون على دعوة قريباً للانضمام إلى غرف منفردة يمكنكم أن تستفيدوا من ذلك ستنتقل إلى غرف منفردة وفي كل غرفة هناك رقم محدد وستستطيعون أن تعملوا بحسب الرقم الممنوح لكم إذا كنتم مجموعة رقم واحد ستعملون على المادة الأولى إذا كنتم بالغرفة الثانية ستعملون على الغرفة أو اللوحة الثانية إلى آخره إذا كنتم بحاجة إلى الترجمة ألا تستطيعوا أن تعيدوا تغيروا في الاسم تضعوا نجمة في نهاية الاسم كي نعرف أنكم بحاجة إلى الترجمة وعندما تنتقلوا إلى هذه الغرف نريد منكم أن تجيبوا على سؤال واحد أساس أو أن تقدموا اقتراح لا نريد منكم إجابات نريد اقتراحات وأن تدونوا هذه الاقتراحات ما الذي يمكن أن يقوم به التحالف على صعيد تحسين القدرات المحلية في تحسين القدرات ما هي الخطوات التي قد نقوم بها بشكل أفضل كي نتأكد من أن مساعي بناء القدرات هي على مستوى محلي بما فيه الكفاية إذن من المفترض أن تتلقوا الدعوة إلى الغرف بعد لحظات و آمل أن يكون نقاش حيوي نحن سنأخذ علينا آسف على المقاطعة هل تريدين للغرف أن تكون مفتوحة ربع ساعة؟ 10 دقائق حسناً لنا نذهب أنا والمتحدثون سنتنقل ما بين المجموعات لمساعدتكم إذا كان لدى أحد منكم سؤال وبالنسبة للبقية هنا هذه غرفة لكم ويمكنكم الاستفادة من الترجمة إذا أردتم Also, feel free to turn your video cameras on and unmute yourselves. Elena, everyone's in their rooms now, if you'd like to يمكنكم أيضا أن تطفئوا الكاميرا وأن تنزعوا الميوت الصامت. Bonjour tout le monde. Bonjour Myriam. Hi Myriam, how are you doing? Oui, c'est Myriam de l'organisation La Sublime. Nous sommes une jeune organisation créée bientôt un an. Nous sommes basés en Suisse. Et puis il y a aussi une équipe en RDC. Nous nous occupons de la protection de l'enfant
Mais personnellement, je suis une grande, comment dirais-je, une grande défenseuse de la protection de l'enfant. Il y a plusieurs années, je suis avocate au pays. J'étais spécialisée dans la protection de l'enfant. Anna Mohamia. وأيضا قاضية أود أن أتحدث وأعقب عن السؤال. كنا نتحدث عن التعليم، فإن تقوية القدرات يجب أن تبدأ في مراحل مبكرة، وخاصة مع المدرسين والأساتذة، لأن إذا كان هناك مناصرة لكي يعرف الأطفال ما هي حقوقهم وما هي وحماية الأطفال، خاصة لأن القانون ليس جزء من المنهج الدراسي. إذن هذا ما أردت أن أقوله. قلته. أعتقد أنه في الجامعات في عام 2015 طالبت بأن يكون ذلك ضمن المنهاج الدراسي، ولكني تركت، لا أعرف إذا كان قد نفذ، ولكن اقترحت المناصرة من كي نشمل القانون وحقوق الإنسان كدورات، وأعتقد أن هذا سيسمح للناس بتقديم الأداء الأفضل. بالنسبة للشهادات وكل ذلك هو أوسع إطاراً من التركيز على المساعي المحلية. سأحاول أن أضيف ذلك. من أيضا يريد أن يشارك؟ تفضل جوناس. مريم، وأنا أتفق معها. الترويج للمعايير، معايير الحد الأدنى، في غاية الأهمية. وعندما أتحدث عن هذه المعايير أقصد كذلك الحقوق، وأعتقد أنه يجب الترويج لذلك بما في ذلك في التعليم، كي نرى كيف يمكن أن نروج ل حماية الأطفال في الجامعات. وأعتقد أننا سنستمر في التعامل، ولكن نحن نفكر بشكل مسبق، نخطط مسبقاً. أعتقد سنعقد اجتماعات في شهر تموز يوليو مع عمدة الجامعات، وذلك من أجل المطالبة بالتركيز على موضوع حماية الأطفال. ومن المهم أيضاً أن نستفيد من الجامعات كمراكز بحث، وذلك كي يكون لدينا الأدلة، أدلة التي تجمعها الحكومات ويجمعها صناع القرار أو يستفيد منها من أجل تنفيذ السياسات لمدة أعوام. شكرا، هذا مهم جدا، إشراك حماية الأطفال المنهاج الدراسي الأكاديمي، ونحن نحاول أن نركز على ذلك حالياً. نحن نجري بحث كي نعرف
ما هي الإمكانيات المحتملة على صعيد التعاون الأكاديمي بين منظمات غير حكومية وجامعات وكي نبحث عن نماذج للتعاون المستقبلي لألاينس؟ إذن هناك مساعي مستمرة في هذا الإطار جونس، ونحن نريد عشان نتشارك نتائج كل ذلك في النقاشات مثل التوصيات المستقبلية. هل هناك أحد آخر يريد أن يضيف؟ هل يريد أحد أن يضيف لموضوع الأصدقاء الدوليين؟ نعم زارين تفضل. شكرا ليانا. أريد أن أضيف نقطة واحدة. عندما نقول إنه علينا أن نقدم خدمات أفضل على صعيد حماية الأطفال، عادة ما ينظر إلى إدخال اللاعبين المحليين على أنه تحدي. توفير خدمات ذات مستوى عال خاصة في إطار الإنساني يبدو أننا نناقض هنا، وربما نحتاج إلى شرح مفصل لماذا نريد أن نتبنى هذه المقاربة. برأيي يمكنه أن نحقق الأهداف إذا ما وضعنا آلية واضحة كي نضمن نتائج أفضل وأيضا نضمن تنفيذ المشاريع وفقا للتعهدات. إذن هذه الأهداف ليست أهداف متناقضة، يمكن أن نحقق كلا الهدفين. رائع، نعم نقاط مهمة الزيرون. دونوا الملاحظات. هل هناك أحد آخر؟ عزيز آمل أن أكون لفظت الاسم صحيح. مرحبا عزيز، شكرا. فيما يتعلق بكيفية تحسين حماية الأطفال في اليمن، نظم اليونيسف بالتعاون مع شخصيات بارزة في المجتمع، نظمنا عدد من الدورات التدريبية كي نعرف الناس على الأمور المتعلقة بحماية الطفل، ومن ثم نأخذ آراء الناس على بعين الاعتبار ونروج ونعزز إشراك الناس، وذلك من خلال دورات التدريب. وهذا يعد مسعى كبير من أجل تحسين النظام الوطني. أغلب الناس أصبحوا يعرفون مثلا كيفية التعاطي مع حالات الإساءة، يعرفون ما هي الانتهاكات، يعرفون كيفية التعاون مع المجتمعات المحلية واللجان الإجراءات الوقائية إلى آخره. رائع عزيز، إذا كان بإمكانك أن تكتب الملاحظات. نعم يمكننا الآن أن نغلق غرف الدردشة، الوقت ضيق للأسف. أريد أن أشكر الجميع، بالتالي إذا كان بإمكان أن يعود كل المشاركين، الغرف ستغلق في 43 ثانية. شكرا للجميع على المساهمة، وكما قلت بإمكانكم أن تستمروا بالمدونات. يمكنكم أن تضغطوا على الأزرار وأيضا تكتبوا المدونات على الأوراق. نريد توجيه ألاينس بالاتجاه الصحيح. ننتظر عودة الجميع. لقد عدنا.
نعم عاد الجميع أو بصدد العودة. مرحبا بكم مجددا، شكرا جزيلا على المشاركة في النقاش. آمل أن يكون النقاش مثمرا وأن تكون أتيحت لكم الفرصة كي تتحدثوا مع الزملاء. بدأنا مجددا بالتفاعل وجها لوجه ولكن ليس كما نريد. آمل أن تكون الجلسة قد حققت نجاح. أشكر المترجمين والجميع من عمل وشارك. إذا حصل أي خطأ هناك خطط بديلة. بنهاية هذه الجلسة ستستطيعون العودة إلى النقاش حول الإنفوغراف. إذن كل الأسئلة ستكون موجودة. انضموا إذا كان لديكم الوقت. النقاش سيستمر حتى بدأ الجلسة التالية، وستكون جلسة مهمة جدا وهي تتعلق بآخر ما صدر عن Alliance، ومن ثم دردشة مع مجموعة العمل والفرق فرق المهام حول برامج المندمجة. وهناك جلسات إضافية بعد الظهر، ولكن هذا في نهاية، تحدثنا عن نهاية هذه الجلسة مباشرة بعد ختام هذه الجلسة. وهنا أنتهي. شكرا على المشاركة، ولا تنسوا الانضمام إلى النقاشات القادمة في هذا اليوم. كان من دواعي سروري أن أراكم جميعا. شكرا جزيلا.